إذا كانت الشياطين تصفد فإن المصيبة في شياطين الإنس، كل الشياطين قد باتت مصفدة، فما السبيل إذا الشيطان إنسان؟ ولذلك فقد حرص أرباب الفساد وأعداء الأمة لما عرفوا فضل الشهر وكثرة من يتوب فيه واجتهاد الناس فيه بالطاعة والإقبال على الله والترك للمنكرات، عمدوا إلى إفراغ الشهر من محتواه ومضمونه وإلى قطع الطريق، فهم لصوص في الحقيقة، لصوص رمضان يشغلون الناس بالطرب والألحان والأمسيات الفارغات، وهكذا الأفلام والمسلسلات حتى غدا الإنتاج لهذا الشهر في البرامج الملهية لا يقارن ببقية شهور السنة. فعمد أصحاب شركات الإنتاج والقنوات إلى ملء هذا الشهر بما يغضب الله تعالى ويقطع الطريق على الناس، وأموال طائلة وأجور لهؤلاء الممثلين والممثلات متصاعدة. هذا شهر التوبة والإنابة إلى الله، فكيف يملأ بمثل هذا؟ وبعض هؤلاء لهم بواعث مادية فيقولون الناس مجتمعون حول الشاشة وهذه فرصتنا لبث البرامج والتي من خلالها نأتي بالإعلانات التجارية التي تدر علينا الأرباح، فلا عجب أن يصل وقت الإعلانات في مثل هذه المسلسلات إلى 25%. وإذا نظر المرء في محتواها فإنه يجد فيها ما يسمى بالكوميديا، الفكاهة والضحك، وفيها ما يخدش الإيمان والحياء، وفيها قمار وميسر واتصالات مدفوعة الثمن للاشتراك في مسابقات يعلن عنها. ميسر في رمضان، ما أعظم الإثم. وأيضا إشغال بتشويه شخصيات المسلمين العظيمة عبر التاريخ، كما فعلوا في عمر بن عبد العزيز وخالد وصلاح الدين وابن تيمية، وما سيفعلونه بالإمام الشافعي رحمه الله. ولا شك أن تقديم الشخصيات العظيمة للأمة بهذا الشكل المهلهل بل السيء والذي فيه معاصي واضحة يهون من قدرها في نفوس من ينظر إليها، بل ويمثل أدوارهم من أهل المجون والفسق من يشارك في هذه السلسلة الخطيرة من الإغارة على تراث الأمة وشخصيات الأمة وأبطال الأمة وعلماء الأمة. وهكذا عباد الله، توظيف للباطل وإشغال للناس ساعات هائلة حتى يبيت الناس في حيرة، يثبتون على أي قناة وينظرون إلى أي فيلم ومسلسل. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم. فإذا كان الأمر كذلك فإنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فوزر هؤلاء عليهم ومثل ذلك أوزار الذين التهوا بما قدموه من الباطل دون أن ينقص من أوزار المشاهدين شيء. والواجب مقاطعة كل قناة تصد عن سبيل الله وتلهي عن طاعة الله وتعرض ما يغضب الله تعالى، وينبغي أن يغار المسلم على صومه وأن يحفظه، وهذا الصوم عبادة عظيمة.